الباب في كل هناخد مجال. كل ملف من دول على حدة مع حضرتك، لكن برضو دور المصريين في الخارج ليه أهمية كبيرة جدا في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم. حضرتك بتشوف الملف ده ازاي، خاصة ان احنا عندنا أعداد كبيرة، يعني 14 مليون مواطن مصري بيقيموا في عدد كبير من الدول العالم، وبالتالي تحويلاتهم دي ممكن تكون جزء في حل المشكلة أو الأزمة الاقتصادية، ولا حضرتك بتشوف لا يعني ما لا؟ هو التحويلات المصريين في الخارج دي جزء أساسي من الدخل القومي المصري، يعني احنا عارفين ان الدخل القومي المصري قناة السويس، البترول، التحويلات المصريين في الخارج، السياحة، إذن ده دورهم، عليهم دور مهم جدا وهم بينفذوه على أكمل وجه. وأنا شايف أن دورهم اللي هم بينفذوه من تحويلات من الخارج طبعا بيفيد بشكل كبير الاقتصاد المصري وبيفيد الدولة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما يمر به العالم. هم عليهم دور كبير وهم بينفذوا هذا الدور على أكمل وجه في الوقت الحالي، واقفين جنب بلدهم بشكل كبير جدا خلال السنوات الطويلة. زي ما بقول لحضرتك، المواطن في مصر في الخارج هو يعيش قلبه في بلده وعايز يقدم لبلده أي شيء، فطبعا أبسط حاجة اللي هي التحويلات اللي بيقوموا بيها من الخارج واللي هي بتساند بشكل كبير الاقتصاد المصري. حضرتك ذكرت من شوية ملف مهم جدا وهو يعني وبنتكلم فيه يعني باستفاضة، لكن محتاجين أكتر أن نتعمق فيه يعني بشكل أكبر، هو الملف الاقتصادي يعني والأزمة الاقتصادية، لأن ما بعد كورونا بسبب الإغلاق في مشاكل كتير حصلت في اقتصادات دول كبيرة جدا، وإلى جانب بعدها الحرب الروسية الأوكرانية بكل ما أثرت بيه على العالم في سلاسل الإمدادات الغذائية والبترول وحاجات والغاز وأشياء كتير شفناها كمان في أوروبا وأزمات طاحنة. يعني كل هذه المشكلات إلى جانب الصراعات في المنطقة العربية، حضرتك بتشوف الرئيس القادم إيه الحلول اللي ممكن يقدمها في هذا الملف؟ هو أكبر تحدي أمام الرئيس القادم هو الملف الاقتصادي. احنا زي ما حضرتك قلتي وزي ما اتكلمنا ان في تأثيرات كبيرة حصلت. احنا شفنا بعد عملية الإصلاح الاقتصادي اللي تمت في عام 2016 بدأ الاقتصاد المصري في الارتفاع بشكل كبير، بدأ في حالة من الرواج داخل الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى العمل وعلى مستوى المشروعات اللي بتتم داخل الدولة. جت أزمة كورونا، رغم ان الدولة كانت مستمرة في عمليات المشروعات القومية عشان ما ينفعش ان هي تتقفل وتؤثر على العمالة وتؤثر ايضا على معدلات سير العمل. جه من بعدها بعد أزمة كورونا دي طبعا تأثر العالم كله، لأن كان في إغلاق تام في العالم، كان في ما كانش في تبادل تجاري بين الدول بعضها البعض، كان ما كانش في حركة طيران، ما كانش في حركة حتى نقل للمواد الغذائية. لكن بعد أزمة كورونا وبعد ما كان هيحصل استمرار في عملية البناء واستمرار في العمل الاقتصادي، طبعا حدث الحرب الروسية الأوكرانية اللي تأثرت بها كبريات دول العالم، يعني مش منطقة الشرق الأوسط ولا الدولة المصرية، تأثرت بها كل كبريات دول العالم، وفي أزمات اقتصادية حقيقية زي ما احنا شفنا في العديد من دول العالم، في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في ألمانيا، في كل دول الاتحاد الأوروبي، وكل دول العالم تأثرت بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية. فبالطبع تأثرت بها الدولة المصرية من خلال طبعا سلاسل الإمداد، من خلال أزمة في الدولار، ودي كانت أزمة كبيرة جدا وبتسعى الدولة أنها تواجهها. لازم يكون في الرئيس القادم طبعا، أعتقد أن كل مرشح له البرنامج بتاعه، ولكن يجب عليه مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية بشكل فاعل بشكل سريع، لأن كل ده بيؤثر على المواطن المصري، بيؤثر على دخل المواطن المصري، بيؤثر أيضا على السلع الغذائية اللي احنا شايفين في حالة ارتفاع. لكن يجب أن يكون هناك مواجهة حقيقية لهذه الأزمة. احنا شفنا خلال الفترة الأخيرة الدولة أخذت بعض الإجراءات من أجل طبعا مواجهة هذه الأزمة العالمية، لكن المرحلة المقبلة تتطلب طبعا العمل بشكل أكبر.